أهلا وسهلا بيكم، شرفتوني وشرفتوا مكتبتي. في الحقيقة المكتبة مهمة في كل بيت، لكن المكتبة بالنسبة للكاتب هي حياته يعني، والكاتب محظوظ طبعا لأنه شغله هو هوايته، فهي مسألة ولع، مسألة عشق يعني، ومسألة عشرة عمر يعني. المكتبة محدش بيقرر تكون مكتبته بهذا الحجم أو بذاك الحجم، إنما بتبنى يوم بيوم، فهي رحلة حياة المكتبة. رحلة حياة المكتبة هي جزء من رحلة حياة الكاتب نفسه. من الطفولة الحقيقة بحب القراءة، ويعني كانت قراءات عشوائية يعني، فيها يعني قرأت في الطفولة كتب كبار وكتب صغار. أعتقد ابتداء من الثانوية العامة يمكن بدأت فكرة المكتبة، إنه الكتاب ما يكونش شيء عابر في حياتي، إن الكتاب اللي هيقرأ سيتم الاحتفاظ به. وتقريبا في بدايات شغلي في بدايات الجامعة، لما بدأت أشتغل في الصحافة من سنة أولى، فبدأ تقريبا مراكمة الكتب بشكل حقيقي من بداية الجامعة. كل أنواع المعرفة يعني، من التاريخ من الفرعوني لحد تاريخ مصر الحديث، تاريخ مصر، النصوص من أيام الفراعنة لحد أحدث رواية صدرت في مصر النهاردة. الكاتب يعني بصفة كاتب روائي، أقل حاجة بقراها الرواية. يعني محتاج أقرأ معارف كتير جدا، القراية في التاريخ، في الفلسفة، في علم النفس وهكذا. ولذلك يعني لا تخلو مكتبتي من أي فرع، بما في ذلك كتالوجات الفن التشكيلي للفنانين اللي ما أقدرش أروح معارضهم، لأنه جوهر الفن هو واحد يعني، في تراسل بين الفنون. التناغم اللي موجود في الكون هو نفس التناغم اللي موجود في كتابة رواية، هو التناغم في كتاب بحثي، هو التناغم في لوحة أو فيلم. فأنا لما أقرأ فن تشكيلي أو أشاهد فن تشكيلي أو أشاهد سينما، ده جزء من معارفي بيغنيها جنبا إلى جنب مع الكتاب. المعرفة بالساحة الأدبية حواليا بضعة كتاب معدودين من الكلاسيكيين، مبدئيا ألف ليلة وليلة، دوستويفسكي، مارسيل بروست، نجيب محفوظ. يعني تقريبا دي الأعمال اللي بعيدها بانتظام على فترات زمنية متباعدة إلى حد ما. هذه النصوص فيها طبقات من المعنى لا يستطيع الواحد دائما أنه يحصل على كل ما فيها من قراية واحدة أو في سن محدد. يعني قراية النجيب محفوظ وأنا دون العشرين اختلفت عن قرايتي بعد الثلاثين، اختلفت عن قرايتي بين الخمسين والستين. تقريبا أنا عايش معاه بقالي 10 سنين، وكل يوم بكتشف قد إيه هو عظيم. القراءة عمل حياة، إحنا عمرنا محدود أساسا، القراءة بتضاعف أعمارنا. يعني أنا ما بقعد أقرأ شعر فرعوني، أنا كأني عشت مع الشاعر، أو أقرأ للحكيم فرعوني، أو أقرأ قصة الأخوين، أو قصة الفلاح الفصيح، أنا بحس أني عشت هناك. فالموضوع يعني قد كده لصيق جدا، لأنه جزء من تكوين روحنا وتكوين عقلنا. ففي النهاية مش ممكن نحد فوائد القراءة. أي وقت متاح هو وقت جيد للقراءة أو للكتابة. لكن كمان في نوعية من الكتب لنوعية من الوقت، يعني مش كل الكتب ممكن تقريها في نفس الوقت ولا في نفس المكان. يعني كتب رحلة القطر أو رحلة الأتوبيس ليها كتاب لمستوى محدد،
في قراءة معتدل بالورق والقلم، في قراءة ممكن فعلا الواحد يشرب معها قهوة أو يسمع موسيقى، في قراءة يعني ما أقدرش أركز فيها مع أي مؤثر آخر غير الكتاب اللي في إيدي. ف يعني نوعية الكتاب والوقت وكده بيحددوا بالظبط طقوس القراءة. فالقراءة بالنسبة لي حالة سعيدة جدا، أسعد من حالة الكتابة، ولذلك وقت القراءة ممتد جدا. يعني أيام ما بكون بكتب كتير أكتب 3 ساعات في اليوم، إنما القراءة ممكن تتجاوز 7 ساعات. وبعد التقاعد من العمل تقريبا إذا ما فيش أي التزام ضروري تجاه الأسرة أو شيء يعني واجب، فبيكون الواجب الدائم هو القراءة. ولما بزهق من نمط معين من الكتب بنقل على نمط تاني فيديني روح تانية لأني أواصل ساعات أكتر.